العملية السياسية ابتدأت من عام 2005 بأول حكومة للسيد الجعفري. التظاهرات أولى التظاهرات انطلقت بالتسعة 2009 2010 ضد الحكومات، بمعنى أنه الجمهور كان واعيا لمخطط اللعبة، أو هل كان واعيا ومدركا لمخطط اللعبة؟ وبالتالي التظاهرات خرجت بعد 4 أو 5 سنوات من أول تشكل أو تشكيل سياسي. لا، هي مسألة المظاهرات أستاذ نجيب مسألة تعتمد أكثر من متغير. أهم متغير لما تفتقد الحكومات إلى شرعية المنجز، المنجز السياسي، المنجز الخدمي، المنجز الاقتصادي، ما ممكن أنت تقنع الناس فقط بشعارات وشرعيات انتخابية وشعارات رمزيات سياسية أو دينية. هذا مو منطقي. ليش قلت لك أكو فجوة بالتفكير؟ بحد ذاته هذه التظاهرات من طلعت ما كانت تظاهرات مترفة، ولا كانت تطالب بأشياء قد تكون تحسين البيئة، أشياء أخرى، وإنما تظاهرات تطالب بأبسط متطلبات الحياة الكريمة. وهذا بدت ملامح تشكل جيل جديد. هذا الجيل الجديد ما يفكر بنفس العقلية السابقة اللي تعتقد يعني منظومتها الثقافتها السياسية، منظومة ثقافتها السياسية قائمة على أساس الإخضاع والخنوع للسلطة، وإنما هذه جيل جديد برز بعد هذه الفترة القليلة، جيل يعتقد أنه السلطة هو منتخبها. شنو ما تقدم لي كل هذه الأشياء، موارد أكو، فلوس أكو، قدرات أكو، لكن وفساد أكو، وكل هذا هو ما محصل شيء. بالنتيجة ثقافته السياسية انتقلت من الخضوع والخنوع إلى ثقافة تفاعلية، ثقافة انفعالية مع الأحداث اللي تصير. بالسلطة ما يدرك هذه القضية، لذلك السيد المالكي كان خطابه يخونهم بال 2011 واتهمهم بعثية وغيره، وهواي ناس انساقت وراء هذا الاتهام. بال 2013 أعتقد سماهم فقاعة. سيد العبادي أيضا نفس الشيء، ما كان مدرك تماما أنه هذه التظاهرات حتى وإن كان من يريد أن يستغلها سياسيا، لكن هي أرض خصبة أنه أنتم ما قدمتوا شيء للناس. نعم. وأنت سيد العارفين بال 2019 وحكومة السيد عادل عبد المهدي. نعم. وهذه قضايا، لأن أنت منظومة السلطة ما تريد تغادر قضية تفكيرها أنه شنو قدمت للناس. هي نفسها تشتكي، هي تقول إحنا عندنا مشاكل فساد وغيرها، بس من الناس تطلع تظاهر لا ذولا متآمرين وغير. هذه هي مشكلة بالوعي السياسي المأزوم لدى طيب. النخب السلطوية.